بسم الله. دلوقتي هشوف تحليل الشمس والظلال في برنامج فورمة 360. اول حاجة اكون محدد اللوكيشن مظبوط، قلنا من ديزاين تولز هتلاقي هنا اللوكيشن، وبعد كده هاجي هنا على السان اند شادو، ابدأ احدد انا محتاج اشوف الظلال في اي يوم في السنة، ومحتاج اشوفه الساعة كام. تمام، وتبدأ بقى تشوف في الفترة دي الظلال هيبقى مغطية على ايه بالظبط. تمام، هل مغطى مثلا على نص المبنى اللي جنبيه ولا تلتينه؟ ودلوقتي ممكن اظبط شكل الظلال وشكل المبنى، ممكن ادخل على سيتنج والاقي هنا فيجوال ستايل، اقول له مثلا انا عايز الامبنت شادو الغيها او اشغلها، اقول له انا عايز في سيتنج هقول له انا عايز مثلا هيدن لاين، الهيدن لاين تظهر معايا بالشكل دوت، هقول له انا عايز فيجوال ستايل، انا عايز الجريد تظهر معايا وما تظهرش، عايز الاكستندد ايدج يظهر معايا ولا لا، ديسبليسين ايدج، تبدا تعدل الشكل زي ما انت عايز.